المهم غنهضر لكم شويه. كاينين لي شوسون ياكو، كاينين لي بيتزا فريمون زوينين، البسطلاص خلاص فنين، هادو راه تنديهم حتى لكازا، والله الا كنديهم حتى لكازا ديما كتموت عليهم ساميه وماما. هادو صراحه واقيلا ديال الدجاج، الاخرين ديال الفخوماج فنين، هادو حتى هما الدجاج، هادو لي زيبينار وهادو الفخوماج، هادو ديال الصومون، هادو كنظن كفته، هادو الحوت واقيلا اولا الدجاج، وهادو الميرلون مع الكروفيت، هادو جداد، هادو وهادو شكل جداد. لي زوين ان البشره ديما كتجتهد وكدير الجادي. شوفوا انا نخلي لكم لوكاليزاسيون، راه باينه مي راه المحل ديالها جاي في زنقه، ولكن راه فريمون زعما كدير لا ليفريزون، كدير ميم البساط الكبارين بحال هكا الا بغيتو هكا سيرفيس، بحال نقولوا سيرفيس ميني تريتور، راه كديرو كتقاد البساط الكبار ما كاينش المشكل، وعندها حتى المملحات بالاشكال والانواع. المهم اللي تشوفوني جايه لهاد الزنقه عرفوا جايه عند لي ديليس دو بوشرا، حيت الستوك ديالي في المالح تسالى، وانتم عارفيني ما كناكلش المالح ديال حتى شي واحد من غير ديال بوشرا، حيت بحال اللي كنصايبو في الدار نفس المذاق، داكشي اللي كنصايب في الدار هكاك عندها المالح تبارك الله نقي، لا فيترين ديما مقاده مصايبه جوج ونص، كيكون المالح كله محطوط، وراه دخلت تشكيلات جدادين منهم هادو ديال الصومون، وهادو ديال هاد البريوات ديال الكروفيت والميرلون، فريمون زوينين 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 زوينين. لي زوين انني كندير لو ستوك في الكونجيلاتور باش هكا نهار كنكون ما مسالياش ما عنديش الوقت نط بالزربه، كندير للدراري في اللانش بوكس ديالهم وكيديو هادشي كنعرفو نقي زوين غيعجبهم وتياكلوه وما كيردوش ليا اللانش بوكس عامر نهائيا يعني كيكملوه كامل. بما انه حنا باقيين في المود ديال باك تو سكول، بغيت نقول لكم ان كاينه واحد المسابقه زوينه بزاف ومن تنظيم ديال ميسيون فود، بارطاجيت معكم بزاف ديال لي غوسيت مع ميسيون فود وكاملين زوينين وكاملين ناجحين 100%، وهذه المره ما نساوكمش وداروا لكم مسابقه اللي غادي تكون فيها ثلاثه ديال لي ثيرموميكس للربح. ايه ثلاثه. طريقه المشاركه سهله بزاف بزاف، يكفي انكم تاخذوا الخبز ديال ميسيون فود صايبوا به لا غوسيت اللي كتعجبكم، تاخذوا ليها صوره وتبارطاجيوها في الانستغرام ديالكم، وما تنساوش طاغيو لتحت ميسيون فود، وغتدخلوا لهاد لو بوست اللي غنخليه لكم دابا، وغتمشيو لي كومونتير وغادي طاغيو ثلاثه ديال الناس اللي عزيزين عليكم. ما تنساوش ديروا لايك لو بوست، تابوناو عند ميسيون فود، وما تنساوش تبارطاجيو لو بوست ديال المسابقه في لا ستوري ديالكم وطاغيو بطبيعه الحال ميسيون فود. وهادشي اللي كاين، وبالصحه والراحه للناس اللي غادي يكون من النصيب ديالهم ثلاثة ديال لي ثيرموميكس. واليوم وجدت لهم اكثر حاجه كتعجبني وكتعجبهم، كتعجب موالين الدار كاملين، سباكيتي ديال الخضره كتجي لذيذه معسله ما غتشبعوش منها، وانا اكيده ان غتجربوها واحد المره وغتبقاو ديروها ديما. اول حاجه كناخذ الكروفيت اللي كيكون مغسول، كندير شويه ديال لاصوص صوجا وشويه ديال النشا، كنخلطو مزيان ونحيدو على جنب. هنايا غادي ناخذ الخضره، بالنسبه للخضره درت البروكولي، الفلافل الالوان، شويه ديال المكور، شويه ديال البورو، شويه ديال الثومه، وشويه ديال الزنجبيل الطري. كناخذ مقيله كنشحر داك الكروفيت مزيان مزيان حتى كيدخلوا الطياب، كنحيدو وفي نفس المقله كنزيد زويته بلديه، كندير ديك الخضره كامله اللي وريت لكم. نتوما ديروا اي حاجه تتعجبكم في الخضره، ماشي مشكل اللي كياكلوها وليداتكم. وهنا غنزيد خيزو وغنشحر كلشي على العافيه اللي مهيله. الخضره راه كطيب مزيان زعما راه كيدخلها الطياب، باش يدخل ليها الطياب خاصكم ضروري تغطيوها وتخليوها على العافيه اللي كتكون مهيله. بالنسبه للاصوص واللي هي السر ديال هاد الوصفه، كندير لاصوص صوجا، هنا غنزيد الماء، غادي نزيد العسل، وتقدروا تزيدوا شويه ديال الحار الا كان كيعجبكم، غادي نزيد واحد المعلقه ديال النشا باش تخطر لنا لاصوص، وكنزيد القياس ديالي ديال الملحه. كنخلط لاصوص ديالي مزيان مزيان وكنخليها على جنب. هنايا غادي نسلق سباكيتي في الماء اللي كيكون مملح، ومن بعد ما كتسلق كنصفيها وكنزيدها على الخضيره اللي درتها معكم، ومن بعد كنزيد لها لاصوص اللي كتجي لذيذه، واخر حاجه كنزيد هي الكروفيت اللي شحرته. وشوفوا لي التعليكه وهاد التعسيله هادي. صباح النور، صباح الخير عليكم. مهم اللانش بوكس ديال اليوم ساهل ماهل، جبت داكشي اللي عندي في الكونجيلاتور وحطيته ليهم في هذا في لي بواط ديالهم ديال المدرسه. اليوم حطيت ليهم الانواع ديال المالح اولا الانواع ديال المملحات، بروات ديال الدجاج، هادو ديال الكفته، هادو ديال لي زيبينار، هادو ديال الكفته حتى هما. المهم داكشي اللي عندي في الكونجيلاتور شديته سخنته درته لهم في هاد البواطات هادو، غنسد عليهم وغيبقاو سخانين. ميزار زدت ليه شويه العنب، هنا درت لهم الحليب بالشوكولاط،
قرعه الماء، هذه البواطه درت فيها ساندويتش للنزار او الفطور حيت ما بغاوش يفطروا في الدار اليوم، درت لهم فيه املو صافي تفيفيحه وما كنقويش لهم، كنعطيهم داك الشيء اللي هما باغيينه باش ما يرجعوش ليا الماكله. بيان سور لي بواط كاملين من عند ساكا كويزين، وميم هذه اللي سولتوني عليها البارح ديال الحليب حتى هي راه من عند ساكا كويزين. اخباركم؟ يلاه تغديت والله العظيم. قال لك سيدي دايره الصيام المتقطع زعما درت واحد لي بات واحد سباكيتي. انا والله ما كنشكر راسي، انا والله ما كنشكر راسي، ولكن راه بنينه 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 ما يمكنش. دابا لقيتوني غنوض نصايب كوكيز هيلتي، يا ربي مبقى شاده في هادشي يا ربي. نوض ندير كوكيز هيلتي وصافي. لي بات قضاو عليها خلاو فيها والو، بقى فيها واحد الشويه نخبيه الغدا نتغدى به. سمعوني مزيان وحلوا معايا وديناتكم، بغيت نبارطاجي معكم اكبر برومو دايراها العربيه للطيران في هاد الساعه هاي. وهاد لا برومو عباره عن ديفول الثمن ديالهم ابتداء من 149 درهم لبزاف ديال لي ديستيناسيون. واحد الحاجه اخرى راه كاين 500000، سمعتوني 500000 مقعد او سياج اللي تقدروا تستافدوا منه، يعني كاينه كميه كبيره ديال لي فول. دونك استافدوا الا كنتو كتبلانيفيو لي فول ديالكم اولا لي فواياج ديالكم على قبل، هذا هو الوقت باش تستافدوا من هذه الميزه. اللي كان داير شي ديستيناسيون في البال ديالو يدخل لو سيت ديال العربيه للطيران اولا ديال اير ارابيا باش يغيزيرفي لا ديستيناسيون اللي بغا. وكاين بزاف ديال لي زوفر ومنهم اسطنبول الي روتور تقريبا 1000 درهم ما كاملاش كاع، تخيلوا. ميمكنش ميمكنش. هاد لا برومو غادي تبدا من اليوم اللي هو واحد اكتوبر حتى ل 20 اكتوبر. شوفوا شحال عندكم 20 يوم باش تستافدوا من هاد لا برومو هادي. بيان سور كتحجزوا البيي ديالكم دابا وكتسافروا من 1 مارس 2025 حتى ل 25 اكتوبر 2025. وبيان سور كتقدروا تاخذوا العربيه من كازا، من تطوان، من طنجه، من ناظور، من الرباط، من بزاف ديال المدن المغربيه. تقدروا تسافروا لهذا لتركيا، لسويسرا، هولندا، فرنسا، اسبانيا. فريمون كاين بزاف ديال لي ديستيناسيون اللي تقدروا تسافروا ليهم مع العربيه. نخليكم بزاف ديال لي زانفورماسيون هنايا ونخلي لكم لو سيت ديال العربيه. وبالصحه والراحه الناس اللي غادي ياخذوا لي تيكي حتى انا غنستافد كونوا هانيين. يلا قراو مزيان. سلامه. ها هو الحمام، غادي نوريه ليكم. عرفتوا راه اللي كان ريكوموندي لي هذا الحمام تيعجب، فريمون كيعجبو. نهار يلاه سالت الحمام. ها نتوما كتجمع الحويجات ديالها، اش عليكم بالضو باش تشوفوا نزار محيح لي زوين. الحمام مجموع زوين 100% فام. كتجيبوا وليداتكم تبارك الله الكساله كتهلا فيهم كيعجبهم الحال. شوف تبارك الله جيتي زوينه. ها نتوما البلاصه فين كديروا الحويجات ديالكم، هنا كيحطوا لكم هكا تيزان اللي كتساهليو، يحطوا لكم المسائل كتحسوا براسكم فريمون درتوا الحمام. والحمام كيف ما قلت لكم ديال بلاصه وحده. انا نوريه لكم كيفاش داير. ها نتوما الحمام ديال بلاصه وحده فريمون زوين. كيديروا لكم كلشي عندهم، كلشي هنايا. كتاخذوا الحمام بالكيس ديالكم بالصابون، القوماج، الغاسول، الملحه، شامبوان، جيل دوش، كلشي يعني الثمن داخل فيه كلشي. نتوما كلشي نتوما ميم الفوطه كيعطيوكم فوطه جديده نقيه مقاده مصايبه. دونك نتوما ما كتجيبوا معكم حتى شي حاجه من المستلزمات ديالكم، كتجيو غير نتوما وصافي. جيو غير نتوما تحمحموا.
كيفك لك انا عاود نوري لك ليكم على وليكم هادو ديال بلاصه وحده شفتو وسخون عرفتو سخون 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 كيتكمدوا فيه عظامكم. انا راه اليوم ساليت النهار بالحمام جبت الدراري نهال ونزار باش يديروا الحمام عند صندر التازي ديما كنبارطاجيهم معاكم وطلقيت انا واحد الوليد تا وجبته ماما باش يدير الحمام وهو نزار كي جاك الحمام مزيان كي جاك الحمام مزيان زوين مزيان حكيتي حكيت يا بسلامه شوف